السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قريبان شكرك بزاف بزاف، أول مكالمة هي أول مشاركة فشاركت كاع. مرحبا سي ميمون، وتحية للناس ديال بوعرفة. بارك الله فيك. عندي واحد الحلم، أنا كنت نسوق واحد السوق في القرية عندنا قريبة مع تركيا. إيه؟ وكنشوف وكنت واقف وجاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. جاني لابس كسوة بيضة. الله أكبر. وبالغار صفرة. نعم. السروال بيض ومطلع القب دياله، القب ديال الجلابة دياله. نعم. ولاوي فوقه واحد رزة خضراء. نعم. وقال لي يا نودني لواحد الناس، قال لي سير قول لهم، قال لي السلام عليكم انا رسول الله. الله اكبر. وروح قول لهذوك الناس إيه ما يكذبوش على الكتيبه ديالهم، راهم كيكذبوا على الكتيبه ديالهم، وسمعهم لي واحد واحد، وهذوك الناس كان نعرفهم وفسر لي هذا الحلم. الله يجازيك خير. الله، بدا سي ميمون انت رجل فاضل، وهنيئا لك. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. الحمد لله. واللي كيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشارة له بالجنة، لأنه لا يظهر إلا لأهل الجنة، لا يمكن أن يظهر لأهل النار. وكون شفتي الرؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس البياض، بمعنى أنه ظهر لك أنت كمسالم وخير اللون البياض وبلغة الصفراء والسروال الأبيض والرز الخضراء، هذه علامات انه بالنسبة لك انت رجل فاضل. ما يظهر بحال شي واحد كنمشيو لعنده حتى كنزينو، الا اذا كان فاضل، الا كان مقامه رفيع، قبل ما نمشيو لعنده كنلبسوا اجود ثياب. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر لك بهذا اللباس الانيق بالكسوة البيضاء والبلغة الصفراء والسروال الابيض والرز الخضراء، بمعنى انك مقامك رفيع عنده، فأبشر يا أخي ميمون. ثم ملي قال لك السلام عليكم، هذه أول حاجة بأنك عندك السلم والأمان، عمرك ما غتخاف، وعمر شي مصيبة اللي هي خطيرة ما غتصيبك، ديما عندك سلام من الرحمن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لك سير عندك الناس وقول لهم، بغاك تكون رجل من أهل التبليغ، بغاك تكون رجل من أهل الدعوة، بغاك تكون رجل من اهل الارشاد. ما بغاكش السي ميمون تبقى بانك انسان عادي على الهامش، بغاك تكون رجل مبلغ عنه. فقال لك سير عندك الناس وسماهم لك، ربما عندهم شي سلوك سيء كيكذبوا في الماشيه، اما انهم يبيعونها ويقسمون بالله على الثمن وهو غير صحيح، اما انهم كيستعملوا اساليب اللي هي فاغش وفيها احتيال. فانت السي ميمون هذا الطلب خصك تنفذه، تمشي لعدد الناس هادو وتبلغهم وتبين لهم العيوب ديالهم. فهكذا كان الانبياء، ربي عز وجل كيختارهم وكيقول لهم سيروا بلغوا دعوتي الى اقوام كذا وكذا. فما بقاش النبوه، ولكن هناك هذه البشائر. لما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم سير قول لهم، غير سير، واخا ما كتعرفش تتكلم، الله تعالى غيفتح لك باب التيسير. ملي تبغى تمشي لعندهم غتقرا الكلام ديال سيدنا موسى عليه السلام، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل هذه الكلمة هذه وسير بثبات ويقين، واخا انت ما موش جدوانه، غادي يوقع لك الفتح الرباني، وغادي يوقع لك الالهام من الله جل جلاله، وربي غادي يعاونك. فهنيئا لك اخي ميمون، زادك الله حرصا ويقينا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.